صباح الخير يا هالة. صباح النور. راح فين؟ مدرسة الحضانة. أول يوم؟ ها؟ هتغلبي المس بتاعتك؟ هتعملي شقاوة في الحضانة؟ تبقى مقدمة؟ والله يوم واحد بس ماشي؟ هتبقى سباك يلا اعملي بقى عسل. يلا بينا بقى، يلا بينا يلا بينا طلعي علينا يلا بينا. هنا بس هنا القمر عامله ازاي؟ شكلنا جايين بدري. حبيبي معلش. السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما بخير وسعاده. ودينا هنا بقى الحضانه ورجعنا كده ايه البيت نعمل غدا كده سريع ولذيذ، بس الاهم من كده ان هي راحت الحضانه وحسينا ان احنا مسيطرين النهارده على الحضانه كلها. كل الاولاد بيعيطوا زي ما شفتوا كده، بس هنا ما شاء الله عليها كملناها، يعني سنها كبير 4 سنين وشهرين كده ولا حاجه، فحست ان هي كبيره عن الموجودين، لان في بقى 4 شهور و5 شهور وفي سنتين ومش عارفه ايه، لكن هي راحت سنها ايه مظبوط يعني، فهي داري على الحضانه وداري كمان على المسي بتاعتها. هندخل بقى نعمل غدا سريع كده ولذيذ وبسيط، بس بصوا في حله واحده كده مش مكلف خالص. تعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا نص كيلو من البصل، انا بنحب نعمل لها بصل كتير شويه، ومعايا نص كيلو من المكرونه، ومعايا كيلو الا ربع من اللحمه. تجلي الاضافات دي بحالها بقى لايقه على بعضها وكميات مظبوطه مع بعضها، بطلع لكم مبكبكه في الطعم وفي الشكل وفي الريحه ما فيش بعد كده. مسكت البصل اللي عندي على فصين توم وفرمتهم في الكبه فرم يعني مايل كده للناعم شويه، تمام عشان ما يكونش ظاهر في المكرونه واحنا بناكلها كده. وجبت حله كبيره شويه عشان خاطر تاخد معايا كل الكميه اللي معايا، استخدم حله كبيره شويه عشان خاطر تكون مريحاكم في التجليب، وكمان المكرونه دي بيكون فيها صوص شويه كده، لو استخدمت حله صغيره هتعجن معاكم المكرونه من تحت وهتغلبكم في التجليب كده، وممكن تخلي المكرونه مش مستويه حلو. حطيت بقى حله على النار، حله كبيره شويه وفيها حوالي مثلا نجور ربع كوبايه كده من الزيت، استخدمت زيت ذره المره دي ما استخدمتش زيت زيتون. نزلت بكل كميه البصل اللي انا فرماها، وزي ما قلت لكم عايزاها فرم مايل للناعم شويه، بس طبعا مش زي الكفته، ناعمه بسيط كده عشان خاطر ما تكونش ظاهره في المكرونه. وبعد ما نزلت بيهم بقى نديهم تجلبتين حلوين كده محترمين في الزيت، صلاه على الرسول واذكر الله. هجيتكم ان شاء الله تخلص كده فيها بركه، وكمان يخلص ما فيهاش ولا غلطه. مظبطاكم النهارده مفيش مواعين اهو. ننزل بقى باللحمه، زي ما قلت لكم اللحمه اللي معايا دي لحمه بجري مقطعاها مكعبات كده، مش يعني حجم وسط، لا هي كبيره ولا هي صغيره، عشان تستوي معايا حلو، وكمان عشان نغرفها في الطبق مع المكرونه تكون مش قطع كبيره. ونديها تجلبتين حلوين مع البصل. ننزل بنص معلقه من هريسه الشطه، لو انتوا عايزينها بصوا سبايسي كده وعايزين دلع بقى حط نص المعلقه دي، بتخليها كده ايه فيها سنه شطشطه بسيطه كده، بس في نفس الوقت ما بتكونش حراقه زياده لو في اطفال هتاكل ولا حاجه. تجلبتين حلوين، تشويحه حلوه، البصل والثوم بيطلع ريحته بقى مع اللحمه وبتكون ريحتها فظيعه. وتقدروا تستبدلوا اللحمه بالقطع من الفراخ برضو، هتقطعوا الفرخه على 8 قطع وتنزلوا بيها مطرح اللحمه. هنا بقى كان عندي فلفل الوان مكعبات، بس كان اخضر واحمر، وكان عندي موجود في الفريزر، فاخدت منه حته ونزلت بيه. ممكن تنزلوا بيها لو انتوا عندكم فلفل الوان صباح كده او فلفل اخضر زي ما تحبوا، ممكن ما تضيفوش لو مش بتحبوا طعمه مع اللحم. تجلبتين حلوين برضو، اهم حاجه كل حاجه تتجلب مع بعضها كده وتاخد من الريحه ومن الطعم. التشويحه دي اهم حاجه، بتدي ريحه للطبخه بتاعكم وكمان بتدي طعم حلو. ننزل بقى بمعلقه صغيره كده من 7 بهارات، نص معلقه صغيره من الفلفل، ومعلقتين صغيرين من الكركم. انا اوقات كتيره بنعملها بمعلقه كبيره من البهارات الكبسه، بس ما كانش متوفر عندي فنزلت بمعلقتين من الكركم ومعلقه صغيره من ال7 بهارات، هتديني نفس الطعم ونفس الريحه. تجربتين حلوين، شايفين اللون اتغير ازاي؟ هنوريكم كمان من قريب اهو، لون الكركم بقى ادى اللحمه لون فظيع،
وكمان الريحه طلعت بقى بالتشويح كده مع السبع بهارات والثوم والبصل. يا سيدي على الدلع، لا اله الا الله. ننزل بقى بعصير الطماطم، انا هنا كنت ضاربه طماطم مطلعاها القشر، مقشراها يعني من القشور بتاعتها، فمش محتاجه نصفيها، ضربتها على طول في الخلاط ونزلت بيها. نزلت بحوالي مثلا نقول كيلو الا ربع من الطماطم. هتخلي المكرونه معايا في اللون مظبوطه كمان، مش هتكون حمرة زياده ولا هتكون باهته كده ما فيهاش سنه حمرات. وهنا بنغلي ميه عشان خاطر عندي الحنفيه كانت قطعه وما عنديش السخان يعني مش شغال، فغليت ميه، ما ينفعش نزودها ميه بارده. اي لحمة او اي بقوليات بالذات لو بتغلى على النار نزودها مية سخنة. سبت بقى اللحمة اتسبكت كده مع البصل والطماطم لحد ما بقت لونها كده غامق وحل، وبعدين زودتها كوباية مية بتغلي. وهنسيبها تكمل تسويتها، لازم طبعا نسوي اللحمة لحد مثلا 90% كده. اول ما نحس انها خلاص بدأت تستوي ننزل بالمكرونة، عشان طبعا المكرونة بتاخدش تسوية، مجرد 7 دقائق او 8 دقائق بتكون استوت معانا. فاللحمة بقى اي نوعية هتنفع عشان خاطر احنا كده كده هنسويها في الصلصة ديت لحد ما تكمل تسويتها. فلحمة ضاني بقى ماعز بقري مش هتفرق. هنا خلاص بنأكد بنشوف اللحمة استوت ولا لأ، كل ما بتنقص منها المية كل ما بنزودها لحد لما تكمل تسويتها براحتها. لسه حد وقت ما ضفناش ملح، هي التوابل بس اللي ضفناها. ايوه انا هنضيف ملح بقى كده، يبقى خلاص كده استوت. وهننزل بالمكرونة على طول. خلاص هنا لقيتها استوت اهيت، نظبط بقى الميه ونظبط الملح وبعدين ننزل بالمكرونه على طول. انا استخدمت مكرونه من اللي هي المكسوسه الصغيره ديت، تستخدموا اي نوع مكرونه، حتى لو مكرونه سباجيتي من الطويله ديت قطعوها مثلا 3 على 3 كده عشان ما تكونش طويله زياده، وانزلوا بها عادي مش هتفرق يعني نوع المكرونه فيها. غلوتين ثلاثه بقى، مش عايزاها تشرب طبعا كل الميه اللي فيها، هي بيكون فيها نسبه كده من الصوص كده الحلو الفظيع ده. وغلوتين ثلاثه بقى كده ونطفي عليها وبتتغرف على طول وتتاكل سخنه، ما بتستناش. حلوتها في كده ما بتاخدش وقت، كله في حله واحده، اول ما تخلص التسويت على طول بتنغرف على طول وعلى الاكل عدل. في احلى من كده؟ ما تهاجل، ما فيش احسن من كده ولا ابسط من كده. وكل ما كنت بنعمل حاجه بنشطب المطبخ ورا مني والمواعين ورا مني، فبصهم نلف كده ما نلاقيش مواعين ولا نلاقي اي حاجه، والغدا كله في حله واحده، متهاجل ما فيش دلع اكتر من كده. نغرف بقى اطباقنا الحلوه ديت، شايفين لونها عامل ازاي؟ ميكس كده ما بين البصل مكرونة واللحمة، كانت فظيعة فظيعة، وريحتها كمان كانت جلبة للشارع كله. فصين التوم كمان فارجين معاهم، في ناس ما بتضيفهمش وفي انا بنحب نضيفهم، بيفرقوا في طعم الاكل. نغرف بقى الطبق على قد الفرد كده، في قطعتين لحمة، في قطعة واحدة على قد ما انتوا عاملين، ممكن تضيفوا فراخ زي ما قلتلكم. ظبطوا نفسكم وظبطوا اكلكم كده، معاها شويه مخلل، ممكن مثلا شويه خضار، هي بتعص اكتر من كده لان هي فيها كل حاجه، فيها اللحوم وفيها النشويات وفيها كمان الخضار، هي مجرد بس معلقه وليمونه معصفره زي ديت وخلاص على كده. شايفين الحلاوه عامله ازاي؟ يا سيدي على الدلع وعشيك مكرونه. نحس ان هي كده ايه، شيك كده في نفسها كده، مش محتاجه حاجه جنبها، هي بس لوحدها كده ملكه على السفره وخلاص. اللحمه كمان دايبه ومستويه كده، الصوص اللي فيها ديت لازم تخلوها طريه كده وحلوه، هي اصلا بتتعمل كده. وكمان من قريب بص لونها عامل ازاي، تحفه ما فيش بعد كده. المكرونه كمان بتاخد بس غلوتين ثلاثه وتطفو عليها وتغرفوها على طول، وتاكدوا ان اللحمه استوت، وبعدين انزلوا بالمكرونه وظبطوا ملحكم. وبالهنا والشفا للي شاف، وبالهنا والشفا للي جرب ان شاء الله، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوها بالطريقه ديت. قطعوا اللحمه مكعبات لا تكون كبيره ولا صغيره عشان تكون واضحه كده في الطبق، واللي يشوفها كده بصوا تملى عينيه كده. ايه رايكم بقى في الغدانا النهارده؟ تاجل مفيش اسهل منه. لايك بقى للفيديو واشتراك للقناه، واشوفكم على خير في فيديو تاني، واسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.